اتمنى ان شاء الله ان انا احصل على ميداليه اولمبيه، وطبعا هبقى اول برلماني في التاريخ يحصل على ميداليه اولمبيه كلاعب وهو عضو مجلس النواب. الاداء السياسي ما اثرش على الاداء الرياضي خالص، بالعكس يمكن انا غيرت كمان الفئه الطبيه بتاعتي في اللعب، لان انا كنت اتعرضت لاصابه في الاولمبيات، ونصحني الدكاتره ان انا خلاص ما العبش وانا واقفه تاني، وان انا ابتدي بقى اشوف لو ابطل او العب وانا قاعده. ففعلا ايه ابتديت التجربه ان انا العب وانا قاعده، واستغنيت عن كل النقط اللي انا حصلت عليها عالميا، اللي كنت انا وصلت ليه رقم 2 على مستوى العالم في الوقوف. على جانب اخر انا حكم دولي تنس طاوله، وان شاء الله يوم يعني انا مسافره قبل هقطع المعسكر بتاعي ومسافره احكم بطوله المؤهله في تونس لاولمبياد طوكيو. الرياضي المحترف بيقول اللي ما لعبش اولمبيات ما لعبش رياضه. انا لعبت 3 اولمبيات وبجهز ان شاء الله للرابعه، ولعبت 4 بطولات عالم. لولا الاعاقه ما كنتش انا النهارده فايزه محمود عضو مجلس النواب، ما كنتش النهارده كابتن فايزه محمود كابتن منتخب مصر، وشاركت في 3 اولمبيات والرابعه ان شاء الله مسافراها. الاعاقه هي التي صنعت فايزه محمود، فارجو ان يكون كل حد فينا يستغل كل جزء عنده. عمر الإعاقة ما كانت أبدا بتحول ما بين الشخص وما بين أي تقدم ليه. أنا بوجه رسالة للمجتمع إن أنا مختلف، ولكن أنا مواطن. فأنا برجو كمان من كل الهيئات التنفيذية وكل العاملين في الدولة إن هم بينظروا لذوي الإعاقة نظرة إنسان وليس نظرة دونية.